شكرا الى زميلتنا اضواء على هذا التقرير. طبعا بالتاكيد ما راح نبتعد كثيرا عن المساحه اللي كانت فيها اضواء والحديث ايضا حيكون على اصحاب مرض السكري والصيام وهل هو مفيد لهم وطرق الصيام طبعا اكيد والنظام اللي راح يتبعوه. كل هذا راح نتحدث به مع اخصائيه طب الاسره الدكتوره هبه الجميلي. صباح الخير وصباح العافيه ورمضان كريم. صباح الخير عليكم ورمضانكم مبارك ان شاء الله. رمضان كريم عليكم الجميع ان شاء الله. بداية أريد نتعرف يعني بصورة عامة قد ما يروح الشخص اللي يكون مصاب بالسكري قد ما يبدي يراجع الطبيب يقول له صوم. نعم. أريد نعرف هل الصيام هو راح يشفي الشخص المصاب بمرض السكر من هذا المرض؟ بالبداية هو مرض السكري مرض مزمن. ومثل ما الكل تعرف هو نوعين السكري النوع الأول والسكري النوع الثاني. طيب بالنسبة لزيارة الطبيب هي ضرورية جدا طبعا قبل رمضان حتى يحدد له نوع النظام الغذائي اللي راح يتبع خلال شهر رمضان ويتابع وياه الأدوية اللي ممكن يستعملها خلال هذا الشهر. نعم. بس ما يشفي هو شهر رمضان والصيام يشفي من مرض السكري لا ما أقول شيء. طيب. أكيد أكو درجات لأصحاب وأنواع المرض السكر. من هم أصحاب مرض السكري اللي ينبغي عليهم الصيام وما يشكل عليهم خطورة ومن هم الذين لا يستطيعون أصلا الصيام؟ نعم طبعا بالبداية هو الأكو السكر المفروض يكون قلنا قبل رمضان. نعم. يكون منتظم وطبيب مريض السكري يعرف نوع الأنظمة الغذائية اللي يتبعها والأدوية مالته. طيب. ثانيا اللي ممنوعين عن الصيام طبعا هم أصحاب مرض السكر الغير مسيطر عليه. يعني نسبته تكون غير مسيطر عليها حتى مع الأدوية. الشغله الثانيه انه يكون عنده امراض ثانيه او مضاعفات مرض السكري. نعم. مثلا الفشل الكلوي، التهابات معينه، اي امراض مصاحبه للداء السكري. والشغله الثالثه هي الحامل والمصابه بمرض السكري. طيب. ايضا ممنوعه من الصيام. مرض السكري اكو ارتفاع مبالغ به اكو ايضا انخفاض مبالغ به. نعم. يعني دائما نسمع انه بس ارتفاع سكر الدم ارتفاع ارتفاع ارتفاع. نعم. فدائما نهمل الاشخاص المصابين بانخفاض سكر. نعم. الدم في حين هم ايضا يتعرضون لخطوره. طبعا ايضا ينبغي عليهم انه شو المحاذير اللي لازم يتبعوها اللي يعانون من انخفاض مرض السكر. هو اللي يعانون من انخفاض مرض السكري الاشخاص العاديين مثلا اللي هو نظامهم الغذائي ما منتظم او مثلا يمتنعون فترات طويله عن الاكل هذول مو مصابين بالسكري. بس المصابين بالسكري ممكن يصابون بانخفاض حاد في سكر الدم. نعم. نتيجة الصيام والامتناع عن الأكل ونتيجة العلاجات الغير منتظمة. فمن يصير نزول أقل من 70 أو صعود أكثر من 300 ذاك الوقت ممنوعين من الصيام أو إذا صايمين رأساً يفطرون. يفترض أن يقوم يعني بالتحليلات قبل أن يقوم بالصيام؟ نعم التحليلات تكون إذا صايم المريض السكري صايم أول شيء يسوي تحليل وهو صايم قبل يعني وجبة الفطور وقبل وجبة السحور بساعة كل يوم كل يوم ويسويها بعد وجبة الفطور وبعد وجبة السحور بساعتين وكذلك وبعدها بثمان ساعات. هاي شنو الفائدة من هذا؟ حتى يتابع نسبة السكر بالدم هل صحية. الصيام إلى صحي أو لا وهل كمية العلاج اللي يأخذها مناسبة أو لا ممكن يعني تحتاج زيادة أو نقصان. فعلا دكتورة هذه النقطة اللي أشرتيها جدا طبعا. مهمة اليوم كل شخص حتى اللي عندهم مرض السكري مزمن مو كل يوم يداومون على أنه هم صح. يقيسون مرض السكر فهذا كلش خطر الموضوع يهملون صحتهم. هو لازم قبل رمضان أصلا يرتبون أدويتهم ويرتبون أيضا أجهزة السكر مالتهم ويشيكوها إذا بها مشكلة أو تحتاج تغيير أو تحتاج تجديد قبل ما يباشون بالصيام. في حال يعني خلينا نقول صام أول يوم أو ثاني يوم وسوى التحليلات هذه النفس اللي عن طريق الإبرة وشريحة قليلة من الدم إذا
كانت هناك اضطرابات في السكر الخاص بي، يعني هل يقوم بمراجعة الدكتور أم يمتنع عن الصيام؟ أكو حالات طارئة، قلنا مثلا هبوط السكر أقل من 70 أو زيادة أكثر من 300، ذاك الوقت رأسا دكتور مباشرة لا يمتنع عن الصيام، يعني يصير أفطار مباشرة. مثلا في حالة الهبوط يتناول يا أما نص كوب عصير أو كوب كامل من الحليب، أو مرات يحتاج حتى دخول مستشفى. ممكن يصابون بغيبوبة السكر أيضا، ذاك الوقت يحتاجون رأسا دخول المستشفى. جين. فحسب الدرجة مالت الصعود أو النزول. والدكتور شو قد يلجأ له؟ الطبيب قلنا أول شيء قبل ما يصوم، وأصلا قبل رمضان يروح للطبيب المختص مالته يتابع، يسوي تحاليل المعينة ويتابع ويا الطبيب مالته الحمية اللي يستعملها والأدوية. وكذلك إذا صار هذا الاضطراب إذا وقتي ذاك الوقت يفطر رأسا، قلنا لأنه هاي حالة طارئة، وبعدها يراجع طبيبه. خلي أيضا نتحدث عن النظام الغذائي اللي لازم يتبعه الصائم المصاب بمرض السكري، وكل مصاب له نظام غذائي معين، لكن خلينا نعتمد على النظام الغذائي العام اللي ممكن ينفع أغلب المصابين. أول شيء يتبع النظام الغذائي اللي متكون من 4 أشياء، اللي هي البروتين الحيواني اللي يشمل أنواع اللحوم والدجاج والأسماك، والبروتين النباتي. عفوا دكتورة، طبعا هاي مع المراعاة للنسب. لا أنا بعدين أحكي عن النسب، هسا يعني نحكي عن الأنواع. حتى أكو نسب حتى ما يأخذون راحتكم. أكو نوعية وأكو كمية، هسا نحكي عن نوعية 4 أنواع. أوكي. هذه أولا. ثانيا البروتين النباتي اللي يشمل البقوليات مثل العدس واللوبيا وهاي الأشياء، وثلاثة الخضروات والفواكه ويفضل تكون الطازجة طبعا والغير محلات، والشغلة الرابعة هي النشويات. النشويات اللي تشمل الرز والمعكرونة والخبز. الكميات الطبق يكون مقسم إلى 4 أقسام، 4 من هذه الأربعة من كل شيء ربع يستعملها. يعني ربع طازج، ربع كيلو أم ربع ربع طبق، ربع الطبق. اي نعم، يعني ماكو اوزان محدده، بس مجرد ما يتقسم الى 4 اقسام حتى يحبه. بالنسبه للسلطه مثلا الخضروات مفتوحه، بالنسبه للنشويات قلنا الرز او المعكرونه او الخبز، هاي يختار واحد من عندهم بس ما تزيد عن 30 غرام. اللي لازم يتجنبوه تماما اثناء شهر رمضان، اللي يتجنبوه تماما شغلتين هي الأكلات المالحة والأكلات الحلوة. الأكلات المالحة ليش؟ إنه سبب العطش، ومريض السكري يحتاج يشرب سوائل كميات كبيرة، والسكر كذلك همين يصاب بالعطش وهمين يصعد عند السكر. يعني شوفي، هو جسم الإنسان بصورة عامة يحتاج إلى كميات محددة من السكر ويحتاج إلى كميات محددة من الأملاح. شو راح يقدر يعوضها بهاي الحالة؟ يعوضها بالأشياء الطبيعية، قلنا الفواكه مثلا يعوضها. بالمائدة العراقية يكون حاضر بسفرة شهر رمضان التمر. نعم. مضر على صحة المريض المصاب بمرض السكر تناول التمر؟ لا. أو بإمكانه أنه نسب معينة؟ 3 تمرات محددة إلى يومية مسموح. مسموح 3 تمرات يعني بس أثناء الفطور؟ وجبة الفطور لا، بالسحور لا. يعوضها بقطعة فاكهة. بالنسبة للأشخاص أيضا اللي يأخذون الإنسولين، نعم، متى يأخذون الإنسولين؟ الإنسولين ينأخذ، هو طبعا أكو أنواع، بس أكو الإنسولين اللي يشتغل مباشرة، هذا ينأخذ مباشرة قبل الفطور. قبل الفطور؟ نعم. ومباشرة قبل السحور، بس النسبة مالته مثلا هو عنده نسبة معينة، النسبة اللي قبل الفطور يأخذها كاملة، بس نقلل نسبة اللي قبل السحور يا أما للنصف أو للثلث نقلل. وأيضا لازم أكو أنواع معينة مثلا بالعلاج لازم يغيروها، كون إنه حين قطعون فترة طويلة من الطعام، نعرف إنهم مصابين مرض السكر. نعم. لازم يتناولون كميات، لأنه رأسا يبين عليهم إذا ينقطعون فترة طويلة. نعم. عن الطعام لازم يتناولون أشياء بين الحين والآخر. نعم. شنو ممكن يسوون بهذه الفترات حتى يتجنبون يعني الانتكاسات الصحية؟ إحنا قلنا أكو عنده، هي راح تختلف الوجبات مالت الإنسان نفسها. أكيد. يعني هو متعلم الشخص على 3 وجبات، ممكن سناك ياخذ مرتين باليوم، راح تصير وجبتين رئيسيه وممكن سناك بيناتها. هاي اول شيء كميه الوجبات يعني راح تقل. كميه الطعام همنا راح يقل، لانه الصايم ممكن انه من اول الافطار انه ما يشتهي ياكل، صح. فيحتاج بين الوجبه الفطور والسحور الى
وجبة بسيطة لتجنب صعود السكر أو هبوطه أو الخربطة مالته. بالنسبة للأدوية سألتيني، أكو أدوية اللي هي ما تتغير، يعني مثلا أدوية يأخذها مثلا صباحا ومساء يقدر يغيرها تصير ويا الفطور والسحور. قلنا بالنسبة للإنسولين يكون مباشرة بس الكمية تتقلل. وأكو أنواع أخرى ممكن أنه اللي هي تساعد على إفراز الإنسولين، يأخذ الوجبة الدوز كامل أو الجرعة كاملة قبل الفطور، أو نقدر نقلل قبل ويا السحور نقللها للنصف، أو تكون حسب القياس مال نسبة السكر اللي حكينا. جيد جدا. زين هذا الإنسولين ما راح يأثر عليه خلال فترة الصيام؟ طبعا احنا قلنا اللي مصابين بالنوع الاول اللي هم يعتمدون اعتماد كلي بالعلاج مالتهم على الانسولين، او اكو نوع الثاني اللي هم عندهم ادويه مساعده على افراز الانسولين او منظمه للانسولين زائد الانسولين ممكن يكون عندك، فهذا ياثر عليه طبعا، ممكن يصير عنده فد نوبه هبوط بالسكر. قلنا بهذه الحاله لازم راسا يقطع الصيام. بامكانهم انه يتناولون نوع من الفيتامين مثلا اللي ينفع اصحاب مرض السكر تنصحيهم به؟ هو الروتين العادي مالتهم اللي ياخذوا بالايام العاديه، ماكو ما ممكن يضيفون نوع اخر من انواع الفيتامين فقط لشهر رمضان؟ لا، اذا يعني يتناول وجباته بشكل صحيح وحسب الكميات الموصى بها ما يحتاج شيء اضافي. ما حتتعرض لصحته الخطر او زي. إذا مسيطر عليه السكر ما راح يتعرض لشيء، بالعكس راح يرتاح. نعم. بالنسبة لصيام مريض السكر النوع الثاني، يعني شنو الأشياء اللي من المفترض أن يتفادها حتى ما يوقع بكمية كبيرة من الأخطاء؟ تعرفين اليوم إذا خطأ بنوعية الأكل وخطأ حتى بنوعية العلاج أكيد راح يتفاقم عليه المرض. نعم. أول شيء سكر النوع الثاني يحتاج أكثر شيء التنظيم بالنسبة الأدوية، و يحتاجون أي مريض سكر يحتاج شرب كميات من الماء. من راح يمتنع عن الأكل والشرب هاي خلال فترة الصيام، يحتاج خلال فترة الإفطار إنه يعوض هذا الأشياء. عندنا أهم شيء السوائل، من 8 إلى 10 أكواب يشرب لازم خلال هذه الفترة. هاي أولاً. ثانياً الانتظام بالأدوية. ثالثاً الانتظام بالطعام. لازم يأكل الأكلات اللي موصى بها وما يخربط. مثلاً إحنا عندنا يقول لا ما عندي مشكلة هسه آكل مثلاً وجبة حلويات وأخذ الجرعة مالتي وتستعدل الأمور. وهذا الشيء غلط طبعا، يعني يوهم نفسه انه حياخذ الانسولين فهو متاح له كل انواع الطعام، وما يدري انه خلال فتره الصيام ثاني يوم راح يتاذى، لانه هاي الاشياء كلها راح تشعره بالعطش. وهو يحتاج كميات كبيره من السوائل بالاضافه الى الاختلال مستوى السكر بالدم. طيب بالحديث عن السوائل، الانسان الطبيعي احنا كون الطقس مرتفع الحراره جدا بنحتاج الى كميه سوائل، فكنا نتناول انواع مختلفه من العصائر. مريض السكري شنو هي أهم أنواع السوائل والعصائر اللي لازم يعتمدها وهي اللي ما تأثر على سكر الدم عنده؟ أول شيء عندنا المي طبعاً. المي هم يحتاج عصير. العامل الأساس إنه يشرب مي يعتبره كعلاج. زين. بغير إنه هو مشتهي العصير. أيه. العصائر اللي يستعملها أكو بدائل للسكر طبعاً. والمشروبات الغازية ممنوعة عليه. بكل انواعها، لانه غير انه هي تحتوي على نسب عاليه من الاسبارتام وهذا ممكن ياثر على الكلى بالمستوى البعيد. العصائر الطبيعيه واللي تكون خاليه من السكر، اكو عندنا فاكهه اللي هي يعني هي محلاه هي حلوه، فالعصائر مالتها تكون ايضا، بس شنو يعني نص جلاس يكون او كميات تكون مقننه مو مثل الشخص العادي. بالنسبة لممارسة الرياضة في شهر رمضان المبارك، هل هي مفيدة لمرضى السكر؟ نعم مفيدة جدا. هي ممارسة النشاط البدني المريض السكر برمضان وبدون رمضان مفيدة جدا إله، بس راح تتغير مثلا إذا هو متعلم مثلا يوميا نهارا يطلع يمشي أو يروح يمارس رياضة. ممنوع عليه تماما ممارسة الأنشطة البدنية خلال فترة الصيام. شنو السبب؟ حتسوي عنده هبوط بمستوى السكر وتسوي عنده مضاعفات. هذا يعني في بداية البرنامج تكلمنا أنا وزميلتي زهرة بخصوص هذا الموضوع، يعني ذكرت أنه بعض الأشخاص يفضلون ممارسة الرياضة قبل الفطور. وبعضهم لا، يؤكدون أنه ممارسة الرياضة الأصح هي فترة ما بعد الفطور بصورة عامة مو فقط للأشخاص المصابين بمرض السكر. طبعا هي ممارسة النشاط البدني بشكل عام لازم تكون على معدة فارغة. صحيح. هاي أول شيء. اثنين بالنسبة للصيام، الصيام يختلف لأنه أنت من راح تروح تمارس النشاط البدني صح ما ماكل، بس تقدر تتناول سوائل. صح.
حاليا من انت صايم راح تشعر بالعطش وتفقد سوائل، راح يصير عندك اجهاد، هاي اولا. فمريض السكر نتجنب هاي الاشياء وممنوع عليه. بالنسبه بعد الافطار، بعد الافطار بساعه او ساعتين يقدر يمارس النشاط الرياضي زين، هذا راح ينعكس عليه بصوره ايجابيه، راح ياثر على صحته بصوره عامه. اول شيء اذا هو قلنا متعلم انه يمارس نشاط بدني ما راح ينحرم منه بشهر رمضان، راح يظل مستمر، هاي اولا. ثانيا هو اي ممارسه نشاط بدني راح ينشط الدوره الدمويه عنده ويحسن الهضم، بالعكس هذا فد شيء ايجابي له. الحديث اقتصر على وجبه الفطور واللي يتناوله بوجبه الفطور، خلينا ننتقل ايضا للسحور. شنو هي انواع الاطباق اللي لازم يعتمدها حتى ممكن تنطي طاقه اكثر خلال النهار وتحافظ على نسبه السوائل بجسمه وما يتعرض للارهاق؟ أول شيء قلنا يتجنب الأكلات خصوصا بالسحور المالحة والحلوة، طيب حتى لا يشعر بالعطش خلال فترة الصيام. ثاني شيء يقدر يستعمل أي منتجات الألبان، مثلا الأجبان، الألبان، اللبن، كلها بس تكون قليلة الدسم. زائدا الفواكه يقدر يستعملها، ويقدر يستعمل فد شيء يعني ياخذ شيء من النشويات حتى والكميات، وقلنا حسب الكميات الموصات، يعني مثلا قطعه توست او نص ربع رغيف، او مثلا يعني شنو عجبه هو، مثلا ياخذ بروتين، مثلا ياكل بيضه مسلوقه، ماكو اي مانع. زين، خلينا نقول من الاغذيه الاساسيه والضروريه ان تتواجد على مائده افطار مريض السكر. احنا حكيناها هذه الاربع، بس هذه يعني الاربع اللي هي تشمل كل شيء، يعني تشمل كل شيء. قلنا يفطر على ثلاث تمرات، ياكل شوربه عدس، قلنا يحتاج بروتين نباتي. هذا الشيء كافي حتى يعوض عن طاقه يحتاجها او يكتسبها خلال هي متكامله من كل شيء. قلنا يفطر على التمر، ياخذ وجبه شوربه عدس، لان قلنا يحتاج بروتين نباتي، البروتين الحيواني موجود والنشويات موجوده، زائدا الخضار. ممكن يساهم الصيام بشفاء نوع من انواع مرض السكري؟ ابدا، نهائيا ابدا. البعض يعتقد انه الصيام ممكن يسبب نسبه نوع من الشفاء ويتخذ هو شفاء. هو مو شفاء، بس الصيام او الامتناع عن الاكل هو راح يظل مستوى الانسولين بالدم راح يبقى منخفض، وهذا فد شيء ايجابي. هذا الشيء الايجابي من الصيام هو انخفاض مستوى الانسولين ونسبته تكون متعادله بالدم، فهذا الشيء راح يريحه. بالنسبه للاطفال المصابين بمرض السكر، يعني بعض الاطفال يحاولون اهلهم يعودوهم على صيام يسموه صيام العصافير حتى يتعلم هذا الطفل فيما بعد عند ما يكبر على الصيام. برايك هل هاي يعني هذه الطريقه هي صحيحة حتى أعلم الطفل على الصيام؟ هو طبعا نبدي شوية شوية أحسن ما يبدي ينصدم الجسم الإنسان بصيام 16 ساعة أو يجوز أكثر أو شوية أقل، هاي أولا. اثنين، لازم يكون الأطفال مراقبة صارمة، لأنه يتعرضون قد يكونون نوبات هبوط بالسكر. هو الطفل ما يحس على نفسه عند ما يجوز. هو ليش أقول مراقبة صارمة من الأهل؟ مراقبة لازم. ما يأثر الصيام على الطفل المصاب بمرض السكر؟ إذا النسب مالته محسوبة والنشاط البدني مالته يقل لازم خلال فترة الصيام، لأنه الحركة مالته تأثر كلش. ونوع الطعام والأغذية اللي لازم يعتمدها الطفل المصاب بمرض السكر هو نفس الشيء، بس همينة بنسب محسوبة حسب العمر تكون، ما ينحرم من شيء طبعا لازم. ونحاول انه نعلمه انه هذه البدائل هي مناسبه على مود صحته. والطفل ذكي يقوم، يعني من يتعرض لا سمح الله اذا الى نوبات او يشوف نفسه هو صحته تبدي تتاذى، اذا مثلا ياكل حلويات او يخربط بالاكل راح يبدي هو يراقب نفسه. على يعني على ذكر النوبات، ما هي اعراض هذه النوبات؟ أول شيء ممكن أن يكون فقدان بالوعي، أو مثلا دوخة، أو اختلال بالتوازن، رشفة بالجسم، تسارع دقات القلب، التعرق الشديد، زغللة العين، هذا هي نفس الأعراض، الانخفاض والارتفاع نفس الشيء. نفس الأعراض. طبعا يعني المصاب إذا صارت عنده الحالة هذه أثناء النهار فهو لازم أنه يأخذ علاج أو يقطع الصيام. قطع الصيام وتناول أي شيء مادة حلوة بس تكون كميتها قليلة، قلنا يا أما نصف كوب عصير أو كوب من الحليب، وأكل وجبة بسيطة. التشيك اليومي اللي الشخص المصاب يسوي مثلا أثناء شهر رمضان يحتاج أنه أيضا يزور الطبيب بمنتصف شهر رمضان؟ يعني متى تتوجب الزيارة الثانية قبل الزيارة بعد الزيارة الأولى اللي كانت قبل شهر رمضان؟ متى يتوجب على المريض المصاب بمرض السكر توجهه إلى الطبيب للمراجعة الدورية فقط؟ إذا الأمور ماشية تمام وحسب مراقبة نسبة السكر وأدويته من تضمن
وما عنده ما يعاني من اي مشاكل ما يحتاج يزور الطبيب اصلا. زين ما هي الاشياء اللي من المفترض ان يسويها الشخص المصاب بمرض السكر حتى يتفادى انخفاض السكر عنده؟ هو قلنا اهم شيء خلال فتره الافطار ياخذ كميات الكبيره من السوائل حتى لا يصير عنده انخفاض او ارتفاع، زائدا الانتظام بالاكل خلال فتره الوجبات الافطار والسحور والسناك بيناتها. زين بصوره عامه يعني الامراه المصابه بمرض السكر وهي حامل، نعم زين هل الصيام راح ياثر عليها ام الحامل بصوره عامه يمتنع عنها؟ احنا حكينا من بدايه الممنوعين عن الصيام هي الحامل المصابه بداء السكر. جيد جدا. طيب بسؤال اخر لحضرتك، البالغين يعني المسنين المصابين بمرض السكري يتوجب عليهم الصيام او يتجنبون الصيام؟ حسب توصيات الطبيب طبعا، ويشوف النظام يعني التاريخ الطبي مالته. إذا السكر مسيطر عليه أكثر كبار السن يكون عندهم أمراض مزمنة بالضبط، ويصير عندهم مضاعفات من مرض السكري. طيب. فالأغلبية يكونون ممنوعين عن الصيام. جيد جدا. شكرا لك. إذا عزيز عندك سؤال آخر؟ أكيد، يعني اليوم إحنا يعني تعرفنا على كثير من المعلومات اللي إن شاء الله يكونون المشاهدين استفادوا من عدها، وأكيد إحنا نتمنى لكل المشاهدين الصحة والسلام والعافية. وشكرا لك ست هبة، ورمضان كريم عليك مرة أخرى. على الجميع إن شاء الله. شكرا لك، نتمنى أن نلقاك بمرات أخرى بصحة وعافية، ورمضان كريم عليك من جديد. جميع إن شاء الله. شكرا. طبعا بالتأكيد مستمرين معكم ضمن نطاق الصحة. خلونا ننتقل إلى الدكتور زمن الخفاف وأهم النصائح الطبية إلى هناك.